وليد فرحاني على هذه الصورة الرائعة طبعا من أنصار اتحاد خنشلة وحتى شبيبة القبائل. غادرنا ملعب حمام عمار بخنشلة. نبدأ مباشرة مشاهدينا الكرام في التحليل. قلت الفني مصطفى كويسي اتحاد خنشلة الكوتشينج يعني نقوله هو اللي اكيد ان يعني في الشوط الثاني كلا المدربين يعني كانت عندهم قراءة صائبة للمباراة. شفنا من جهة شبيبة القبائل وين يعني وكما توقعنا كان خروج مسوفا ل ما كانت عندهم قراءة صائبة للمباراة. شفنا من جهة شبيبة القبائل وين يعني وكما توقعنا كان خروج مسوفا ل ما حتى ولا يعني ولا شيء للهجوم ونفس ودخول هشام كذلك توقعنا يعني رغم الهزيمه كان جوكر حقيقي لا جابوا الاضافه شفنا انهم جابوا هذا كان يعني نقدر نقول لك كوتشين كان صائب وفي نفس الوقت كذلك اتحاد خنشله نظن يعني رغم تلقيهم هدف التعادل وهذا يعني في وقت يعني نقدر نقول لك حساس ولكن عاودوا رجعوا وزادوا يعني فرضوا اللعب تاعهم خاصة في وسط الميدان وين يعني عرفوا الآن كيفاش يلحقوا الكرات للمهاجمين والدليل على هذا أن يعني حتى الهدفين جاءوا من كرات ثابتة أو ضربات جزاء فعلا لو انت لو الكره ما تلحقلكش للامام ما تقدريش تحصلي على ضربه جزاء وهنا اللي ربما علاش قلت لك يعني طريقه اللعب تاع خنشله تغيرت لان المدرب التونسي انا بالنسبه لي قرا يعني بصفه دقيقه اللعب كيفاش دار وكنت تكلمت عليها قلت لك نوع اللعب تاعو في الشوط الاول كان اللعب متمركز جهه واحده فقط من الجهه اليمنى وين كان زيدوا اسمعوا المهلل هذا قبل ذلك ديروا لنا سير لايك الفيديو ابوني في القناه وتركوا لنا تعليق كلام كثير على لعبه بوزيدي وهجمات اللاعبي شبيبه القبائل العشوائيه كلام كثير على شبيبه القبائل واسباب خسارتها اسمع مليح وحلل يا مناصر ما تنجحش في التغيير بصح كي تنجح في التغيير صدر كل الفعاليه موجوده حبيت نقول بلي اغلبيه الوقت في الشوط الثاني اتحاد خنشله لعب على الاطراف وكان خطير جدا على الاطراف حقيقه شفنا ضربه الجزاء الاولى جات من الاطراف الى اخره حبيت نقول بلي اليوم اتحاد خنشله الفوز الثاني تاعو ست نقاط ونظن بلي ان شاء الله ما تكونش على كل حال كره القدم ديرها هدايا الهزيمه تاع اليوم تاع شباب القبائل راح تخلق يعني صعوبات كثيره للاعبين والمحيط تاع شباب القبائل ان شاء الله باقي يستدرك كل الاحوال واليوم الذي الا باسكو انا نظن ثاني اخي لا سمحت لي اليوم شفنا بلي التركيز تاع شباب القبائل كان ناقص يعني مقارنه مع اتحاد خنشله ونظن بلي التعادل اللي داروه في تيزي وزو ضد بارادو لعب لهم الدور سلبي لان هذا التعادل ولو صافي بارتي دي جو التعادل هذايا يعني نقدر نقولوا هو ايجابي نحن في بدايه البطوله ايضا يعني ما نقدرش نحملوا ايضا الفريق اكثر من كي تعرف كره القدم الجزائريه الاخت لينا كره القدم الجزائريه ما تسمحش فهمتني لازم دير ريزولتا اشا فوا ولكن اليوم نظن يعني شفنا ثلاث اهداف كما قال مصطفى على ضربات سودي بازاريتي شفنا يعني هجوم من الهجومات يعني من جانب اتحاد خنشله ولو انه كانت بعض الهجومات من شباب القبائل ولكن كانت نوعا ما عشوائيه ما كانتش مدروسه ما كانتش مركزه شفنا باللي اللمسه الاخرى ما كانتش اشاك فوا لا لين تاع الوسط خدات التفوق على الوسط الميدان تاع شباب القبائل لان بوخنشوش قاعد يلعب الا دور دفاعي وحنا نعرفوا بوخنشوش يعني يقدر يكون عنده دور دفاعي ولكن في اغلب الاحيان لازم يروح للهجوم لازم يغامر ما شفناهش هذا هو يعني سبب خلل منظومه تاع شباب القبائل من ناحيه الهجوم كانت ناقصه جدا. مصطفى كويسي على بوعالية واداره شباب القبائل ان يجلبوا بوعالية بسيكولوج يرجع المستواه لانه ما راحش لاوروبا اسمع واش قال كويسي ولكم الحكم لايك الفيديو ابوني في القناه وتتركوا اكيد ونزيد نكررها ونعاودها ان الحاجز الاول اللي راهي تمر به شبيبه القبائل هو يعني نقص الفعاليه في الهجوم ونقص
التنشيط الهجومي، لأن يعني تكلمنا على أبو علي لماذا أعطينا أسباب. أبو علي عندما كان يعني في الفورمة تاعه وحده هو اللي ينضم لك التنشيط الهجومي. مصطفى، على ذكر أبو علي، هل ربما ما نقولوش تراجع يعني حتى نعطوا كل واحد حقه، لأنه اليوم أسندت له مهام أكثر، يعني اليوم راه مطالب أنه يدافع، مطالب يعني تعددت مهامه اليوم، هل لعب ما راهوش بزاف عليه؟ أنا لا أظن بهذا الطرح، ما نظنش بلي هذا هو السبب تاع تراجع المستوى تاعه. أنا قلت لك السبب الرئيسي واللي متأكد عليه هو أنه يعني من ناحية الذهنية لاعب عندما ما يكونش يعني جاهز من الناحية الذهنية ما يقدرش. وعليه كان يسمع الفارق كثيرا بالطبع، لأنه كان يلعب مرتاح فعلا. مرتاح ذهنيا، كان يعني جاهز. الآن قلت لك مع المشكل اللي وقع له لازم له بعض الوقت إن شاء الله، وزيد لازم الكلام معاه، لازم له ربما حتى التدخل يعني دي بسيكولوج. عندما اللاعب يعني شاب اللي مر بهذه الفترة لابد أنك يعني، لكن مصطفى والله صدقني نتوقع أنه واحد يكون محترف يعني راهو مرحلة الاحتراف هكذا، يعني احيانا احنا انت لما نقولوا ان كونترا ممكن يمشي ممكن ما يمشيش، عادي جدا. انت اليوم خيرت وفضلت انك تبقى في شبيبة القبائل، منطقي جدا انك تعاود تولي كما كنت. لا كما كنت، لا هو يعني المنطق يقول هكذا، ولكن عند يعني لاعبين كاين في بعض اللاعبين اللي تلقاهم يعني ضعاف معنويا، نقولها بكل صراحه ضعاف ذهنيا. لو جاي يفكر يعني يفكر شويه، او حتى الناس اللي دايرين به يعني يتكلموا معه، الا واش راح يخص يعني لو يزيد سنه ويزيد يظهر يعني طبعاً. يظهر ويبرز احسن حتى الكونترا يعني حتى العرض راح يكون يعني احسن وافضل. اذا هنا ربما علاش قلت لك مساله وقت، ولكن لابد ان هذا اللاعب لازم انهم يعني يتكلموا معاه، ولا اذا صح يعني باش اضطر انه يعني يروح يشوف له دي بسيكولوج ولا لازم ديرها، وهذه موجودة في كل الفرق العالمية. حتى بوزيد ما توقعش أنه راح يقبل هذه، أنا أقول مختصين لأن في الفرق الآن موجودة أخت ليلى طبعا في الفرق الكبار موجودين، وهذه هي كرة القدم الحديثة طبعا. مختص في علم النفس أو طبيب نفساني، برك نزيد برك ضرورة قصوى نزيد برك على فيما يخص اتحاد خنشلة. أنا